بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع جديد من موضوعات الـ Indeterminate Structures اللي احنا بنحل بيها المباني الـ Indeterminate او الـ Structures الـ Indeterminate. كنا خدنا Superposition وبعدين خدنا الـ Three Moment Equation. النهارده برضه ناخد مبدأ جديد من ضمن مبادئ حل الـ Indeterminate Structures، هي الـ Virtual Work Method. هي طريقة تعتمد على الـ Energy الـ Internal مع الـ Energy الـ External، ان احنا نحاول نعمل لها equalization بحيث ان احنا نوصل للديفورميشن اللي هيحصل لل structural element بطريقه نوعا ما accurate ونقدر نحل بيها ال indeterminate structure. فال principle الاساسي للموضوع بتاع ال virtual work method ان لازم نبقى معتقدين ان الديفورميشنز اللي هتحصل لل element داخليا لازم تتعادل مع الاكسترنال ستريسز اللي جايه من اللودنجز. لما الاثنين دول يتعادلوا مع بعض نقدر نقول والله الديفورميشن اللي نقدر نحسبه هيطلع برقم كذا، هيطلع بقيمه معينه، وبناء على الديفورميشن اللي احنا طلعناه نقدر ان احنا نقول والله هيحصل عايزين نقول ديسبيسمنتس او روتيشن او رياكشن بقيمه معينه عند السبورت المعين. طيب الفكره باختصار ان عن طريق ان احنا بنساوي الانترنال انرجي بالاكسترنال انرجي، يعني بافتراض مثلا الكاميرا اللي عندنا اللي موضحها في الشكل اليمين، الكاميرا دي عليها شويه احمال فيرتيكال واحمال مايله، وخدنا السيجمنت اللي اسمه A، وقلنا والله ان مجموع الفيرتيكال ديسبيسمنتس اللي هتحصل عند النقطه اللي اسمها A اللي هي السوليد بارت من الكاميرا اللي اسمه A هيساوي ثلاث حاجات، او هيساوي مجموع ثلاث حاجات. اول حاجه الديفورميشن اللي هينتج نتيجه الفليكشر بلس الديفورميشن اللي هيحصل نتيجه الاكسيال فورسز بلس الديفورميشن اللي هتحصل نتيجه الشير فورسز. الثلاثه دول على بعض هيكونوا لي الفيرتيكال ديفورميشن اللي اسمه واي اي عند النقطه اللي احنا بندرسها او عند السيجمنت اللي احنا بندرسه. طيب انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان الديفورميشن اللي هتحصل هي دايما ابدا مجموع ثلاث حاجات، فليكشر ونورمال وشير. ولكن الدراسات اثبتت ان اكبر قيمه بيحصل بسببها ديفورميشن هي الفليكشرال ستريسز. فانا لما هاجي احسب بطريقه او بمبدا الفيرتشوال ورك اي ديفورميشن عند اي سيجمنت دايما ابدا هاخد البارت بتاع الفليكشر بس واتعامل على اساسه، هاخد البارت بتاع الفليكشر بس واتعامل على اساسه. طب ليه اهملت النورمال والشير؟ لان الاثنين مجموعهم لا يتعدى 10% من قيمة التوتال ديفورميشن اللي هتحصل عند النقطة اللي احنا بندرسها. طب تعالوا بقى نترجم واحدة واحدة كده الرموز اللي قدامنا دي. أول حاجة الـ YA المقصود بيها الديفورميشن اللي هيحصل عند نقطة A نتيجة الأحمال اللي موجودة. طيب بنحسبه إزاي؟ بنحسبه عن طريق حاجة اسمها الـ M نوت مضروب في حاجة اسمها الـ M1 على الـ EI اللي هي الفليكشر ستيفنس بتاعة الممبر ده، والدلتا ال اللي هو الطول بتاعه. الكلام ده كله بنعمل انتجريشن على العنصر بالكامل. طيب الام نوت ده عباره عن ايه؟ الام نوت هي البندنج مومنتس اللي هتحصل نتيجه الاوريجينال لودنج سيستم اللي موجود على الكاميرا بتاعتي او على الفريم بتاعي. امال ايه الام 1؟ الام 1 دي هي برضو البندنج مومنت اللي هيحصل على الاستراكشر بتاعي او الفريم اللي انا بدرسه نتيجه وجود فورس تخيلية قيمتها 1 طن عند النقطة اللي أنا بدرسها. لذلك هنا إحنا لما بنقول بضرب الواحد في الـ YA هيحصل تعادل مع الـ deformations اللي هتحصل internally. فهو مبدأ الـ virtual work إن الـ work الـ external أو الـ external work يتعادل مع الـ internal work. طب الـ external work عبارة عن إيه؟ عبارة عن قيمة اللود التخيلي اللي هو 1 طن مضروبة في الـ deformation اللي هتحصل عند الـ segment اللي هي اسمها YA، المفروض إنها تتعادل مع submission العزوم مضروبة في بعض اللي هي M نود M1 على الـ E في الـ I مضروبة في الدلتا L. نفس الكلام برضو بالنسبة للنورمال فورسز والشير فورسز، ولكن زي ما اتفقنا في البداية هنهمل الجزء اللي جاي من النورمال فورس والجزء اللي جاي من الشير فورس، لأن مجموعهم لا يتعدى قيمة 10% من التوتال ديفورميشن أو التوتال ديسبيسمنتس اللي هتحصل عند السيستم أو عند النقطة اللي احنا بندرسها من السيستم بتاعنا. طيب يبقى شباب نخلص من السلايد ديت او سوري من السلايد ديت ب تو كونكلوجن. الكونكلوجن الاولاني
ان لازم دايما ابدا المبدا العام في الفيرتشوال ورك ان الانترنال ورك يبقى قد الاكسترنال ورك. الديفورميشن اللي هيحصل داخليا مش هيحصل غير لو حصل اكسترنال ستريسز. ده مبدا اولي. يعني المبدا الثاني ان السيستم ام نوت وام 1 بنجيبهم بناء على الام نوت هي البندنج مومنت نتيجه الاوريجينال سيستم، نتيجه الاوريجينال سيستم لودنج، نتيجه الاوريجينال سيستم لودنج. امال ام 1، ام 1 بنجيبها برضو بندنج مومنت نتيجه الواحد طن عند النقطه اللي احنا بندرس عندها الديسبيسمنت. طب لو بندرس روتيشن اللي هو الالفا، لو افترضت ان هو الالفا ايه، فبفترض ان هي فيرتشوال لود قيمته 1 متر طن، فيرتشوال مومنت قيمته 1 متر طن. اذا لو انا بدرس الديسبيسمنت اللي هي واي اي او اكس اي سواء كانت هوريزونتال او فيرتيكال، بفترض فيرتيكال لود قيمته 1 طن لو بدرس الواي اي، وقيمته 1 طن في الاتجاه الهوريزونتال لو بدرس الاكس اي. انما لو بدرس السلوب انجل الفا اي، بفترض ان الفيرتشوال مومنت ده قيمته 1 متر طن. الكلام طبعا هيبان عفوا كانوا طبعا هيبان في الاكزامبلز او في السولفد اكزامبلز اللي احنا هنبتدي نحل فيها في السلايدز اللي جايه. تعالوا كده نشوف اول اكزامبل معانا بيتكلم ازاي وبيطلب فيه الفورسز بناء على ايه، وبناء عليه بنبتدي نحسب الفيرتيكال لود او الفيرتيكال ديسبيسمنت والروتيشنال ديسبيسمنت اللي هي الالفا مع السيستم بتاعنا. طيب اول اكزامبل معانا هو مديني indeterminate frame structure، frame بسيط جدا واقف على fixed support عند نقطة ال A و hinged support عند نقطة ال B، مكون من عمودين كل عمود فيه intermediate hinge في مكان معين. الانيرشيا بتاعة العمود بتاعي I و I، ونخلي بالنا قوي من قصة الايات. البيم بتاعة او الجردر بتاعة الفريم عليها horizontal load في بدايتها 2 طن عند نقطة 1، وعليها 4 طن على الميتر رن distributed load في الزمان من 1 ل 2، وعليها 2 طن concentrated load عند النقطة رقم 3. الفريم بتاعي المين سبان 9 متر والكانتليفر سبان 1.5 متر، ارتفاع العمود 6 متر متقسمة 1.5 و4.5 عند مكان الانترميديت هينج اللي في العمود من نقطة B لنقطة 2. اللي مطلوب؟ المطلوب باستخدام الـ Virtual Work Principle أو الـ Virtual Work Method، هات لي لو سمحت قيمة الـ Vertical Displacement أو الـ Vertical Deformation اللي هتحصل عند نقطة رقم 3، وهات لي الـ Horizontal Displacement اللي هتحصل عند النقطة رقم 1، وهات لي الـ Rotational Slope Angle أو الـ Rotational Displacement اللي هتحصل عند نقطة B. هما دول الثلاث أو الثلاثة requirements اللي مطلوبة مننا في المسألة دي باستخدام الـ Virtual Work Method. طيب احنا افترضنا يعني فرضا فرض كده مبدئي في السلايد اللي فاتت، احنا بنحل بناء على الفليكشرال ستيفنس بس اللي هي نتيجه المومنتس، وده راجع لسبب ان زي ما اتفقنا ان الديفورميشنز اللي بتحصل نتيجه النورمال فورس والشير فورس تكاد تكون لا تتعدى ال 5 او 10% وعليه بيهمل قيمتها في حسابات الديفورميشن. وبناء عليه هنبتدي نحسب بس الديفورميشنز اللي هتحصل بدلاله العزوب. فتعالوا كده نشوف اول سلايد هنكون ازاي الاوريجينال مومنت، وهنكون ازاي المومنتس الفيرشوالي او الريزيدوال او ريدندنت سيستمز اللي احنا بنحل على اساسها مع معلوميه الاوريجينال سيستم. فاحنا عشان نجيب سواء الواي عند نقطه 3 او الاكس عند نقطه 1 او الالفا عند بي، في الثلاثه هحتاج الاوريجينال بيندنج مومنت، الاوريجينال بيندنج مومنت على السيستم بتاعي. وهو اوريجينال مش محتاج كالكوليشنز كتيره زي ما هنشوف. يعني انا دلوقتي لما هنيجي نقول والله قيمه العزم عند نقطه A، هتقول لي والله هو حاصل ضرب ال 2 طن في ال 6 متر ارتفاع العمود، فهيبقى دي للسهم اللي بره والعزم هيبقى نيجاتيف اللي هو 12 متر طن. وبنفس الطريقه اللي عند الانترميديت هينج المومنت بزيرو. بعد كده هنبص على العمود اليمين مش هلاقي فيه سيستم اوف لودنجز، وعليه مش هيبقى عليه بيندنج مومنت. الجردر بتاعه الفريم بتاعي في الكانتليفر بارت هيبقى عليها 3 متر طن بيندنج مومنت، وفي النص الجردر بتاعي المفترض ان هيبقى عندي من الثلاثه هوصل بالزيرو وانزل بالبارابولا دبليو سكوير على 8. الكلام ده صح مش غلط، ولكن في حل الفيرتشوال ورك لازم يا شباب غصب عننا نفصل الديستريبيوتد لود طالما هيبقى بشكله متعلق من مثلث، بمعنى ان هفصل التعليقه دي لشكل مثلث وشكل بارابولا بالمنظر اللي مرسوم ده. طب
طب ليه عملنا كده؟ علشان يسهل عملية الانتجريشن اللي احنا هنعمله لما نيجي نحسب سواء الواي عند نقطة 3 او الاكس عند نقطة 1 او الالفا عند بي. فلازم برضو نكون مفصصين كل جزء على حدة كده، يبقى البارابولا لازم نتعامل معاها لو كانت جاية على زاوية ميل، لو هي اوريدي مرسومة هوريزونتال ومفيش اي حاجة تاني خلاص، لكن طالما انها تيجي متعلقة من مثلث او حاجة يبقى الافضل ان احنا نعلق المثلث ونعلق البارابولا. طيب شكل البندنج مومنت، طبعا احنا في السلايد اللي فاتت حسبنا الام نوت اللي هو سميناه البندنج مومنت نتيجه الاوريجينال مومنت. طيب لو هو عايز بقى نحسب الواي عند 3، طالما ان هو حدد لك نقطه طالما ان هو حدد لك نقطه يبقى لازم تلتزم بيها وتشوف هو طالب فيرتيكال ديسبيسمنت ولا طالب روتيشن، وبناء عليها هتبتدي تحط الواحد طن او الواحد متر طن بناء على اللود نفسه اللي انت عايز تحسبه. طيب اول حاجة هو طالب الديفورميشن عند نقطة رقم 3، نقطة رقم 3 اللي هي كانت التب بتاعة الكانتليفر بتاع الفريم بتاعي، وبناء عليه احط فيرشوال لود، فيرشوال لود قيمته 1 طن عند النقطة دي في اتجاه الداون وورد اللي احنا راسمينه كده. وبعد كده هبتدي ارسم البندنج مومنت نتيجة الواحد طن على السيستم بتاعي. طبعا بمجرد النظر الواحد طن تبقى موجودة على الكانتليفر فهتضرب في طول الكانتليفر اللي هو 1.5، فهتجيب لك شكل المثلث بتاع البندنج مومنت اللي هو 1.5، والناحية التانية 1.5 هتوصل بالزيرو. وبنفس الطريقة مش هيكون في عزوم على العمود الشمال او العمود اليمين، لان الاحمال كلها رايحة اكسيال دايركت على الامدال، وبناء عليه مش هيتولد عزم لا على العمود الشمال ولا على العمود اليمين. طيب ايه اللي احنا عملناه ده؟ اللي احنا عملناه ده جبنا شكل مومنت سميناه ام 1 وهيكون وحدته بالمتر طن، وده هنديله تسميه كده مبدئيا ريدندنت سيستم نمبر 1، ريدندنت سيستم نمبر 1 ده جاي ليه؟ جاي نتيجه الفيرشوال لود اللي احنا حطيناه عند النقطه اللي عايزين نحسب عندها الديفورميشن اللي هي هنا كانت نقطه رقم 3 اللي حطينا عندها الواحد طن. طيب امال انت هتعمل ايه بقى؟ اللي انا هعمله هنا ان انا هطبق النظريه. طيب هي النظريه بتاعه الفيرتشوال ورك كانت بتقول لنا ايه؟ والله كانت نظريه بسيطه جدا، ان الانترنال ديفورميشن لازم يتعادل مع الاكسترنال ديفورميشن، وكانت باختصار ان قيمه الديفورميشن اللي انت عايز تحسبها عند نقطه هي الانتجريشن بتاع حاصل ضرب العزم بتاع الشكل الاوريجينال مضروب في العزم بتاع الشكل الريدندنت مقسوم على الفليكشر ستيفنس اللي هي الاي في الاي، وهتعمل تكامل على اطوال الاليمنت بالكامل. طيب هو الانتجريشن معناه ايه؟ مساحه الشكل تحت المنحنى، ده التسميه العلميه لكلمه انتجريشن، وبناء عليه انا مش محتاج اعمل انتجريشن واجيب ثواب التكامل والقصه اللي احنا بتاعت التكامل العادي. ليه؟ لان انا عندي اشكال هندسيه معروفه، انا عندي هنا الام 1 او الام نوت متكون من ايه؟ متكون من مثلث او متكون من بارابولا او متكون من مستطيل، فانا اقدر احسب المساحات دي واضربها ضرب جبري في بعض، وبناء عليها اكون حسبت المساحه تحت المنحنى اللي هي بما يعبر عن كلمه انتجريشن. طيب دلوقتي كده لو جينا نبص واحده واحده، احنا عايزين نضرب الـ الشكل بتاع الام نوت مضروب في الام 1، عايزين نضرب الشكل ده في الشكل ده. طيب قبل ما نفكر في اي حاجه هنبص نلاقي ان العمود الشمال من ام 1 بزيرو، وبناء عليه لما هاجي اضربه في العمود بتاع ام نوت اللي تحت هضرب 0 في 12 فهيبقى بزيرو، اذا انا ما عنديش حاجه هتجي لي ديفورميشن نتيجه العمود الشمال. نفس الكلام العمود اليمين عليه 0 في ام 1 و0 في ام نوت، وبالتالي حاصل ضربهم هما الاثنين بزيرو، يبقى انا برضو العمود الثاني مش هيجيب لي اي نوع من انواع الديفورميشن. امال مين هنا اللي عليه ستريسز لو اتضربت في بعض هتطلع ارقام؟ ايوه بالظبط، المين جردر والكانتليفر بتاع الفريم، هما دول التو بارتس بس، هما دول التو بارتس بس اللي عليهم ستريسز لو اتضربت في بعض تطلع لي ارقام منطقيه نعبر بيها عن الديفورميشن. طيب اول حاجه هو كان مديني الجردر دي الانرشيا بتاعتها 3 اي، فانا لما هاجي اضرب هضرب هطلع اول حاجه الثابت اللي هو 1 على 3 اي، 1 على 3 في الاي، عظيم جدا. نبتدي بقى نشوف هنضرب ازاي. بس يا جماعه تركز كده الله يكرمكم في الجمله دي عشان الجمله دي هتفهمها هتريح معاك تماما موضوع الفيرتشوال ورك. ايه الجمله دي؟ مساحه الشكل في
في احد الدياجرامز مضروبة في طول السيجمنت المقابل لسنترويد الشكل الاول. الكلام ده فين؟ في الدياجرام التاني. محدش فهم اي حاجة من الجملة دي. لا بالراحة كده نفكر مع بعض، تعالوا نترجمها واحدة واحدة. مساحة الشكل في احد الدياجرامز، خلينا وليكن هنبتدي نضرب احنا M1 في M نوت، يعني احنا نضرب ال M1 في ال M نوت مش M نوت في M1. الناس تركز معايا كده، الاثنين ينفعوا بس اللي انا هقوله ده هينطبق على ال M1 لما اجي اضربها في ال M نوت. طيب ال M1 مساحة الشكل في احد الدياجرام، وليكن هناخد شكل المومنت اللي على الجردر اللي هو المثلث اللي فوق الجردر. طيب مساحته ايه؟ مساحته نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب طول او طول قاعدة المثلث ده 9 متر اللي هو الاسبان بتاع الفريم، فيبقى نص في 9 في 1.5. كده احنا جبنا مساحة الشكل بتاع المثلث. طيب هتضربه في ايه؟ هضربه في طول السيجمنت، هضربه في طول السيجمنت من الشكل التاني، من الشكل بتاع ام نوت. بس اني سيجمنت؟ السيجمنت اللي هاخده هنا لازم يكون مقابل لسنترويد الشكل الاول. اذا انا دلوقتي سنترويد الشكل الاول اللي هو بتاع ام 1 في التلت والتلتين، ده مثلث، اروح مقابل التلت والتلتين اجيب الطول في شكل ام نوت اللي هو تلتين التلاتة اللي هو رقم 2 متر. طول السيجمنت المقابل هنا 2 متر. اذا انا لما هاجي اضرب هضرب نص في 9 في 1.5 اللي هي مساحة الشكل رقم ام 1 مضروبة في ال 2 متر من ام نوت. كده انا ضربت دي في دي، والكلام ده طبعا ما ننساش نضربه في 1/3 الاي في الاي. يبقى انت كده ابتديت تعبر عن الديفورميشن نتيجة الحمل ده. طب بنفس الطريقة تعالوا بقى نشوف احنا ايه اللي كاتبينه في الحل عشان نمشي معاه. احنا هنا جبنا ايه؟ 1/3 في الاي في الاي، وبعدين ضربنا نص في 1.5 في 1.5 في 2 اللي هو معناها ايه؟ اللي هو الجزء بتاع الكانتليفر. جينا ام 1 هنا جبنا مساحته نص في نص متر، نص سوري مساحه المثلث هتضرب في 1.5 طول القاعده في الارتفاع 1.5. في السيجمنت المقابل من شكل ام نوت تلتين الثلاثه، لان هو ده مكان السنترويد بتاع الشكل المثلث اللي مطلعينه من ام 1، فهتضرب في 2 متر. حلو جدا. بعدين ننتقل للمثلث الثاني، قلنا نص في 1.5 في 9 في 2. ليه يا عم نص في 1.5 في 9؟ لان هو الجزء ده نص في 9 متر اللي هو الاسبان في 1.5 الارتفاع في تلتين التلاته اللي هي ب 2 متر. الكلام ده يا شباب نخلي بالنا ان احنا بنضرب الضرب الجبري بالاشارات، فاحنا هنا كنا بنضرب نيجاتيف مومنت في نيجاتيف مومنت، فكانت الاشاره بتطلع بوزيتيف، عشان كده هنا طالع بوزيتيف في اول بورت وطالع بوزيتيف كمان في ثاني بورت. هنلاقي هنا ان البورت الاخير طالع بالنيجاتيف. ليه يا عم بالنيجاتيف؟ لان انا هضرب مثلث بالنيجاتيف مضروبه في بارابولا بالبوزيتيف. بس نخلي بالنا بقى هنا، دايما لما تقابلك بارابولا خلي دايما المساحه اللي انت هتحتاجها هي البارابولا، وبعدين شوف طول السيجمنت المقابل ليها في الشكل الثاني. ليه؟ لان لما هاجي اقول هنا مساحه البارابولا هلاقي حد بيقول لي 2/3 سوري في 9 متر في 4.5 سوري في 40.5 في 9، 2/3 في ال 40.5 في 9، المومنت هنا ب 40.5. طيب 2/3 في ال 40.5 في 9 محتاجه تتضرب في الطول المقابل لهذا السيجمنت، السنترويد بتاع البارابولا في النص. اروح اجيب طول السيجمنت من المثلث هيبقى نص ال 1.5 اللي هو ال 75، والاشاره نيجاتيف في بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، يبقى ناقص 2/3 مضروبه في 40.5 في 9 في 0.75. الكلام ده لما هاجي اجمعه جمع جبري هلاقي ان الواي 3 هتطلع في الاخر بماينس 55.5 على الاي في الاي. يبقى كده انا قدرت احسب الديفورميشن اللي هيجي نتيجة الأحمال الأوريجينال على النقطة رقم 3. هو ده قيمة الديفليكشن بمعنى أصح اللي هتحصل عند نقطة 3 نتيجة المين سيستم لودنج، اللي هو السيستم الأوريجينال أوريدي اللي عليه الأحمال الحقيقية يعني. طيب حد هنا هيجي يسألني أنت ليه ما عكستش وأنت بتضرب المثلث في البارابولا؟ هقول لك ماشي، تعالى نمشيها واحدة واحدة. هنمسك المثلث اللي هو الماينس اللي هو النص اللي هو المثلث الكبير، هيبقى نص في 9 في 1.5. والسنترويد بتاعه في التلت والتلتين، فانا محتاج اجيب طول السيجمنت من البارابولا عند التلت والتلتين. هاجي هنا وهقف لاني مش عارف الطول من البارابولا هيبقى قد ايه بالظبط، فالاسهل ان احنا نضرب البارابولا كمساحه ونجيب السيجمنت من المثلث، عشان كده طلعنا الواي 3. طيب تعالوا نشوف كده ال
horizontal displacement كمان بنحسبها ازاي في السلايد اللي جاي. طيب السلايد دي كان طالب هو قيمة ال horizontal displacement اللي هتحصل عند نقطة رقم واحد نتيجة الأحمال الموجودة، فاحنا ك virtual system هنحط 1 طن لودنج عند نقطة رقم واحد، هنحط 1 طن لود عند النقطة رقم واحد، طبعا ال 1 طن دي virtual load حمل تخيلي. طيب عظيم جدا، لما هنحطه هنلاقي نفسنا بنرسم مومنت جديد وليكن هنا انا سميته redundant system رقم 2 او M2 اللي هو بالمتر طن، وهكونه فهلاقي ان البندنج مومنت عندي هيبقى ماينس 6 على العمود وباقي الاليمنتس ما عليهاش عزوم. وعلى هذا الاساس لما هنيجي نضرب هبقى عارف انا بضرب مين في مين، طبعا الجردر هنا طالع بزيرو، بالتالي كل الجردر لما هتضرب في الجردر اللي تحت هيبقى زيرو في ارقام كلها بزيرو، والعمود اليمين طالع لي بزيرو هيتضرب هو كمان في العمود اليمين بزيرو، فزيرو في زيرو هيطلع بزيرو. اذا العمود الوحيد اللي عليه ستريسز هو العمود الشمال اللي عليه المثلث اللي هو 6 متر طن، وعليه من ام نوت اوريجينال مومنت 12 متر طن. طيب عايز احسب الديفورميشن، هحط الواحد طن زي ما اتفقنا ونجيب المومنت، نبتدي بقى نضرب الام نوت في الام 2، الام نوت في الام 2، يبقى الاكس عند واحد الهوريزونتال ديسبيسمنت او الهوريزونتال ديفورميشن هتحصل عند نقطه رقم واحد هتبقى بتساوي واحد على الاي في الاي. ليه الاي في الاي؟ لان العمود ده كان الانرشيا بتاعته اي، فيبقى واحد على الاي في الاي. وبعدين نبتدي نضرب المثلث وناخد الطول السيجمنت من الشكل الثاني، فالمثلث اللي هنجيبه من ام 2 هيبقى نص 6 في 6 متر الارتفاع، يبقى نص في 6 في 6 في 2 على 3 من ال 12، لان هو ده السيجمنت اللي هيكون مقابل لسنترويد الشكل الاول، فيبقى 2 على 3 من ال 12. من هنا هطلع ان الاكس 1 هيبقى متكافئ مع 144 على الاي في الاي. يبقى انا كده طلعت الديفورميشن عند واي 3 وطلعنا الديفورميشن عند نقطه اكس عند نقطه رقم 1. يبقى احنا شباب لغايه دلوقتي اتدربنا ان احنا نحسب الفيرتيكال ديفورميشن وازاي نحسب كمان الهوريزونتال ديفورميشن. طيب اخر نوع كان مطلوب معانا في المساله ديت، كان مطلوب ان احنا نحسب الروتيشنال ديسبيسمنت عند الهنجد سبورت. تعالوا نشوف هنحسبها ازاي. طيب هنا كان طالب مننا الهوريزونت او سوري الروتيشنال ديسبيسمنت او روتيشنال سلوب انجل اللي تحصل عند الهنجد سبورت. طالما طلب روتيشنال يبقى مضطر ان انا اعبر بفيرشوال مومنت قيمته 1 متر طن. طيب هتحطه في اتجاه الدوران بتاع عقارب الساعه، والله عايز تحطه في اتجاه عكس عقارب الساعه الموضوع اتس اب تو يو، راجع لك انت. بس بدل ما الالفا بي هنا كانت هتطلع ب 208 لان احنا حاطين الدوران مع عقارب الساعه هتطلع بناقص 208 فرضا، بس الاشاره هتختلف نتيجه الاختلاف بتاع الدوران بزاويه عكسيه. فانا هنا افترض ان الفيرشوال مومنت اللي هحطه هيبقى 1 متر طن وبيلف مع عقارب الساعه. هحل السيستم بتاعي عادي جدا واجيب الرياكشنز، فالاقي ان الهنجد سبورت الرياكشن بتاعها الفيرتيكال هيبقى لتحت ماينس 34 من 100 طن، وعندها هوريزونتال 2 على 3 طن، والفيكسد سبورت هيبقى عندها ثلاث انواع من الرياكشن 0.43 طن الابورد و2 على 3 طن في اتجاه الشمال و4 متر طن بتلف في اتجاه عكس عقارب الساعه. نتيجه الشكل ده هنبتدي نرسم حاجه اسمها الام 3 او ريدندنت سيستم رقم 3 نتيجه ال1 متر طن التخيليه. فهطلع على العمود 4 متر طن ديستريبيوت مومنت شكله تريانجلر على العمود قيمته ماينس 4 متر طن عفوا وعلى الجردر ب 3 متر طن بوزيتيف، و3 متر طن هتتقلب على العمود وتوصل لغايه الماينس 1 اللي احنا فرضينه تحت عند الهنجد سبورت. شكل تكوين البندنج مومنت عادي جدا اللي هو بتاع سنه اولى مدني. طيب من هنا هتعمل ايه؟ خلاص الناس بس يا شباب اللي لو تايهه في تكوين المومنت، انت خلاص حطيت ال 1 متر طن، يبقى عند الهنج هيبقى عندك 1 متر طن، ايه الانترميديت هنج المومنت عندها يبقى بزيرو، هتيجي تحسب العزم عند الكانتليفر فوق فيطلع لك ال 1 متر طن مضروب او مطروح منه ال 2 على 3 في ال 6 متر اللي هو ارتفاع العمود، فيطلع لك العزم هنا بوزيتيف 3، بوزيتيف 3 هتنقل على الجردر، طبعا ما فيش حاجه على الكانتليفر، والجردر هيبقى العزم عنده بزيرو، بس هلاقي تحت لان الجردر في اوله في انترميديت هنج على ناحيه الشمال،
العمود نفسه هلاقي ان انا عندي 4 متر طن، ودي للسهم اللي بره هيبقى ماينس 4 واوصله بالانترميديت رينج. انا بس حبيت ان انا اعيد شكل تكوين الام 3 كده بالراحه علشان الناس ممكن تتخض شويه من شكل تكوينه بسرعه يعني، بس انت مع التمرين الكتير هتلاقي نفسك بتكونه من غير ما تقعد تحسب عند نقطه نقطه يعني. طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هنحسب الديفورميشن بقى اللي بيحصل عند نقطه بي، اللي هي الروتيشنال ديسبليسمنت اللي حصل عند نقطه البي نتيجه وجود الواحد متر طن الفيرتشوال مومنت. طيب الالفا عند بي هو انتجريشن من A للبي من اول السيستم لاخره، وهنضرب المره دي الام نوت اللي هو الاوريجينال مومنت مضروبه في الام 3 اللي هو ريدندنت مومنت اللي جبناه نتيجه الفيرتشوال مومنت اللي هو 1 متر طن، وهنقسمه على الفليكشرال ستيفنس اللي هي الاي في الاي، ونكمل على الدي في ال، اللي هي نفس العلاقه اللي اتكلمنا فيها في السلايدز اللي فاتت، بنجيب حاصل ضرب مساحات الاشكال في بعضيها. بس هنا يا شباب لازم نركز مع بعض في حاجتين، اول حاجه ان العمود الشمال في ام نوت كان بزيرو وعليه هيتضرب في الام 3 من العمود اليمين هو كمان، فهيطيروا بعض هيبقى حاصل ضرب زيرو في المومنت بزيرو. هيتبقى لك من السيستم ثلاث حاجات، الكانتليفر وده كمان من ام 3 بزيرو فبالتالي مش هيبقى ليه قيمه في الديفورميشن، فهيبقى لك المين جيردر والعمود الشمال هنا عليهم مومنت وفي ام نوت عليهم مومنت، فبالتالي لما هاجي اضربهم في بعض هيطلعوا لي ديفورميشن، فلازم نركز مع بعض في النقطه دي مهمه جدا. طيب مهمه جدا في ايه؟ مهمه جدا ان العمود كانت الانرشيا بتاعته اي واحده والجردر كان الانرشيا بتاعته 3 اي، فنخلي بالنا ان احنا بنضرب هنا من الاقواس اللي احنا بنطلعها، فناخد عمود عمود او اليمنت اليمنت نحل عليه. تعالوا اول حاجه ناخد العمود. العمود انا هاخد مساحته كمثلث فهيبقى نص في 4 في 6، نص في 4 في 6، المثلث ذات التلت والتلتين مكان السنترويد، فهروح للتلت والتلتين فهلاقيها اللي هي 2 على 3 من ال 12 اللي هي 8، فيبقى نص في 4 في 6 في 8، الكلام ده طبعا مضروبه في 1 على الاي في الاي. بعدين اجمع عليها 1 على 3 الاي في الاي، ليه 3 الاي في الاي؟ عشان الجردر، الجردر الانرشيا بتاعتها كانت جيفن اوريدي في المساله ب 3 ب 3 اي، فيبقى 1 على 3 الاي في الاي. وبعدين هيبقى عندي شكلين هيتضربوا في شكل واحد، ايه الشكلين؟ عندي البارابولا والمثلث من ام نوت هيتضربوا في الشكل بتاع ام 3 اللي هو المثلث اللي طالع على الجردر ده. فتعالوا اول حاجه نضرب البارابولا، هتبقى بلس 2 على 3 في 40 ونص في 9 متر اللي هو السبان بتاعها، مضروبه في نص ال 3 وبضرب بوزيتيف في بوزيتيف فتبقى الاشاره طالعه معايا موجبه، فيبقى نص ال 3 اللي هي ب 1 ونص. بعدين هلاقي الشكل بتاع المثلث النيجاتيف اللي هو الماينس 3 ده، فهاخد الشكل بتاعه هيبقى نص في ال 3 في 9 في تلتين التلاتة اللي هي ب2 متر، بس نخلي بالنا ان احنا بنضرب نيجاتيف في بوزيتيف فتبقى الاشاره بالنيجاتيف. الكلام ده كله هضربه في 3 1 على 3 الاي في الاي، فهطلع ان الالفا بي هطلع ان الالفا بي هتطلع ب208.5 على الاي في الاي. وبناء عليه كده احنا عرفنا ان احنا نحسب الديفورميشن عند نقطه رقم 3 كفيرتيكال ديفورميشن، والنقطه رقم 1 حسبنا الهوريزونتال ديفورميشن، واخر حاجه حسبنا الروتيشنال ديسبيسمنت او الروتيشنال ديفورميشن عند نقطه بي. فلازم يا شباب بس نبقى خارجين باستنتاج مهم من السكشن الاونلاين المره دي، الا وهو ان الفيرتشوال ورك احنا هنا طبقناه على مساله ديتيرمنت، فالفيرتشوال ورك مفيد ان احنا بنحل بيه الديتيرمنت ستراكشرز والانديتيرمنت ستراكشرز، زي ما احنا شفنا النهارده احنا طبقناها على مساله ستراكشر واستفدنا في حساباته ان احنا حسبنا بيه الديفورميشن والسلوب انجل على فريم كامل، عكس ما كنا بنحسب على كمرات بس في الترم الاول عن طريق الديفليكشن والسلوب انجل، لا ده احنا استخدمنا كمان الفيرتشوال ورك في حسابات الديفورميشن والسلوب انجل، بس الكلام ده للديتيرمنت ستراكشرز. الانديتيرمنت ستراكشرز برضه مفيد فيها الفيرتشوال ورك لانه بيحسب لك الديفورميشن طبعا، وبيحسب لك كمان الرياكشنز اللي انت مش عارف تحلها وتحل بيها السيستم الانديتيرمنت ستراكشر، زي ما ان شاء الله هنشوف باذن الله في السكشن اللي جاي. اتمنى ان شاء الله يكون السكشن ده واضح للزملاء باذن الله، ولو في حد عنده اي استفسار يا ريت لو يتكست مي او يبعت لي مسج على الواتساب او عن طريق المندوب بتاع السكشن. اشكركم واشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.